السلام عليكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة هحل معاكم كل الأسئلة الخاصة بالدرس الخامس والسادس، وهنحل الجنرال تيست أو الامتحان الأخير اللي بيبقى في نهاية الوحدة الثامنة عشان نخلص الوحدة الثامنة. والله على عيني لأنها مليانة أكل كده وغذاء وسبينيتش أكل جميل، وحتى السويت بوتيتوز. يعني you have to write، أنت لازم تكتب أ أو أن at the end of the paragraph. هتكتب إيه في الإند في الآخر؟ conclusion اللي هي النهاية، لكن الانترودكشن اللي هو المقدمة. In Egypt في مصر we buy roasted يعني مشوي sweet حلوى potatoes. sweet potatoes اللي هي البطاطس الحلوة اللي هي البطاطا يعني، تمام. doctors always doctors دول اللي هم الدكاترة يعني دايما بينصحونا to have healthy diet أو balanced diet. listening to quiet music استماع للموسيقى الكوايت الهادية الجميلة ديت هيخليك انت اسم الله عليك كده تبقى relax. relax يعني تريلاكس يعني you can't sorry you want to make something for them، انت عايز تعمل اكل لهم يعني. you don't know what how to cook، ازاي تطبخ انت مش عارف تطبخ ازاي. الجمله دي كده عايزه conjunction او رابط اسمه but اللي هو لكن يعني. ببص كده اسم الله ما لقيتش لكن، فقلت ايه unfortunately. يعني unfortunately يعني لسوء الحظ يعني لاجل البخت المنيل. طيب انما luckily للحظ الحلو وهابلي للسعاده. وخد بالك اسم الله يا حبيب قلبي ركز كده ان الاثنين الثلاثه دول احوال بيصفوا افعال. so ده رابط اللي هو بمعنى النتيجه او لذلك، فهو مش موجود خالص معانا في الاجابه يعني. cook the pizza اطبخ البيتزا in the oven for في الفرن for 10 minutes. minutes يعني 10 دقائق، تطبخها لمده 10 دقائق. take small amounts تاخد كميات قليلة من الفود من الطعام. but finish them ده اللي هو الراجل اللي هو بيقول لك الدكتور بتاع الدايت يقول لك خد كميات بسيطة وخلاص، لو مثلا 4 معالق رز كده يعني. انت طبعا بتبقى بتشتم في سرك بس مش مشكلة. my father اللي هو بابا يعني يرحمه small shop in Cairo مفيش مشكلة، ممكن برينجز ممكن اي حاجة، لكن لما قال لي هنا he bought it 3 years ago ده اشتراه من 3 سنين فاتوا، ده ماضي بسيط owns يملك اشترى يبقى ملكه. السؤال العاشر حلو قوي، بيقول لك I asked the science teacher انا سالت المدرس بتاعي to describe او to explain. explain يعني يشرح، عشان يشرح لي او يوصف لي the causes of pollution to me اللي هو اسباب التلوث. نقط is a plant ده نبات، والنبات ده هو بيبقى can be green ممكن يبقى اخضر red and yellow احمر واصفر اللي هو البيبر. الفلفل الالوان غالي قوي. is a delicious vegetable with green leaves اللي هو بالورق الاخضر that go soft you when you cook them لما انت تطبخه بيبقى رقيق كده اللي هو السبينيتش. السبينيتش اللي هو او السبينيتش صح الاثنين اللي هو السبانخ. our future اللي هو المستقبل بتاعنا depends on يعني يعتمد على. next sunday الحد اللي فات وخد بالك يا حبيبي قبل ما ادخل بس في دي depends on دي تعبير على بعض، خد بالك depends on دي ما بتتنطقش. يلا بينا next sunday الحد اللي فات we have math test كان عندنا امتحان رياضي. يلا I need to revise the exam لازم اراجع علشان الامتحان for the exam. هو امتحان عامل ايه يعني revise for من اجل الايه الامتحان revise for the exam. don't not up late don't stay up late ودي نصيحة بقدمها للناس كلها بقول له don't stay up late يعني لا تسهر. it's an unhealthy habit يعني عادة غير صحية انك تسهر طول الليل وتنام طول النهار، ده حاجة مش كويسة. نقلب الصفحة كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا الدرس الخامس والسادس كله بيتكلم على الكميات وفيو ومني والحاجات دي كلها، فبقول لك we don't have. طبعا انت لما بتشوف we don't have ديت يعني ليس لدينا، ادور عيني بتدور كده على اني ما لقيتش زعلت، تمام. fat in our diet طعام من في الدايت بتاعنا اللي هو الفات الدهون. طبعا we don't have much fat in our diet يعني احنا ما عندناش دهون كتير في الدايت بتاعنا. I can give you انا ممكن ادي لك a pen قلم if you need يعني لو انت محتاج القلم يعني. I have not pens. I have بصوا يا جماعه البنز دي بتتعدي يبقى I have many pens. لما بصيت كده حواليا ما لقيتش مني بس لقيت a lot of. a lot of بتمشي مع مني عادي، بتمشي مع اللي يعد ولا يعد. بص الباشا ده حبيب الناس حبيب كل يعني،
I don't like اللي هو مين الباشا حبيب الناس, a lot of ده حبيب الناس كلها, a lot of ده ماشي مع كله, يعد ماشي لا يعد, ما هو واخد اوف معاه وداخل في الحكايه على طول. I don't like this soup, انا ما بحبش السوب ده الشوربه دي. There is too much salt, عشان فيها ملح كتير, الملح ياخد ماتش عشان الملح ما بيتعدش الا بقى لو انت غاوي تعد ملحيه ملحيه حاجه ترجع. I don't want more rice, انا مش عايز رز كتير, برضو رز حبايب قلبي ما بيتعدش الا لو انت هتعده رزايه رزايه غالي بقى وكده. I have not, بصوا انا مش عايز رز كفايه عشان انا عندي كفايه, عشان انا عندي enough, I have enough. تمام, خد بالك ممكن عيل تافه كده هو تقول لك ليتل, خد ياه ليتل ايه يا حبيبي, عشان ليتل بتمشي مع رايس تقوم تحطها لانها بتاخد الكميه القليله, ما بيقول لك انا مش عايز عشان انا عندي كفايه. اصحى ابني مترجم حيل. Let's not go to the beach, مش لازم نروح البيتش. There are not people there today, يبقى في ناس كتير على البيتش عشان كده مش لازم نروح البيتش النهارده, الناس بتتعد يبقى too many people. Can I have some more sugar, السكر ما بيتعدش, بنستخدم له كلمة more, ومور برضه شبه a lot of كده, يعني تقدر تمشي مع أي حاجة تتعد ما تتعدش, هي باشا كده وبتمشي مع الصفات في المقارنات وكله. دي بقى دي عمتك أو خالتك, ده حبيبتك كلها مش أي حاجة. Please can I have more sugar please, يعني ممكن آخد بعض السكر من فضلك. There is not in this tea, يبقى مفيش سكر, not enough صح؟ ليه؟ لأن أنا ما عنديش سكر. There is not enough, مش في كفايه بالايه في الشاي ده, عشان كده انا محتاج شاي اكتر. لكن ما ينفعش طبعا التانيين دي تعد ما تجيش خالص, ودي برضو تعد لو قليل يعد, too much كتير لا يعد, او كتير للكميه. بس احنا هنا عندنا مشكله في السكر, ما عندناش سكر يا سكر. Could you get a few tomatoes, ممكن تجيب لنا شويه توميتوز شويه طماطم يعني. I don't have nuts for the salad, انا ما عنديش كفايه, I don't have enough. هو ايه enough دي يا مس؟ لا يا ابني ما هو لازم تفهم ان don't have دي يا اما تاخد enough اللي هو لا يوجد كفايه او كاف يعني, يا اما تاخد any, لو خدت any ما تقولش حاجه عادي مفيش اي حاجه, يا اما تاخد دي يا اما تاخد دي. خلاص, can you get a few tomatoes, I don't have enough, ما عنديش كفايه for ايه the salad. يلا بينا. على فكره في نقطه ان السلطه ديت برضو لا يعد, يعني ما تاخدش غير قليل, بس ما ينفعش اقول انا ما عنديش شويه, طب ما انا عندي كتير, انت تحس لخبطه كده يعني, انت لخبطش دون هاف, دور على انف يا ابني, او دور على اني, هو راجل كسلان يديها لك, انت دور على ايه انف, انف اللي هو كافي, دونت هاف انف, اي دونت هاف انف, احفظها يا ابني. يلا نلبس صفحه, صفحه 102 بيقول لك We have not milk in the fridge, فريج اللي هي التلاجة, so we must go and buy some, احنا عندنا شوية لبن شوية صغنطوطين, a few, لا a few ايه يا ابني, little, we have little, عندنا شوية لبن صغيرين عشان كده احنا محتاجين ان احنا نشتري ايه لبن, few دي للعدد. شوف اختبرتك وكنت هتغلط في الاختبار. الوت عايزة اوف, انا قلت لك انها بتمسك الاوف بتاعتها وتجري. تمام, خد بالك ان الوت ده اهي لها شكل تاني هحولها لك بقى, اللي هو lots of يعني. many انا كده قلته لك, many ديت للعدد ما تجيش يبقى little, كمان little عشان احنا ما عندناش كميه كبيره, we have little milk, عندنا شويه ملك صغننين يا دوبك مكفينا لما غالي انت عارفين, so we must go and buy some, ما تجيبش يا وفر. she doesn't have nut oil for her food, طبعا هي ما عندهاش زيت كتير عشان الايه الطعام بتاعها, واساسا الزيت مضر ما تجيبش احسن. يبقى هي ما عندهاش doesn't enough, احنا قلنا ان enough دي بتيجي مع don't او doesn't have اللي هو ما عندهاش زيت كفايه. تمام, عشان الطعام بتاعها. sugar is bad for health, sugar ده يتعد لا ما يتعدش. تمام, يبقى too much. طب ليه يا مس ما نستخدم enough, يا ابني تعالى يا حبيبي بتاع enough, انت enough sugar دي حاجة كويسة أو not bad, إنما الباد الوحش لصحتك يا حبيبي إنك تضرب إيه مثلا 6 معالق على كوباية الشاي, ده مربى مش شاي, ده بقى تو إيه تو باد, باد وحش, اصحى. تمام, ممتاز, يلا بينا, أحب الطالب اللي فاهم. تمام, أو حتى اللي عامل نفسه فاهم حبيبي برضه في الشاي حاجة. My sister أختي had not homework,
الهوم ورك يا شباب ما بيتعدش، فما ينفعش اقول فيه هوم ورك، تمام؟ لكن ما علينا. So she asked me to help her. هي طلبت مني ان انا اساعدها. يبقى هنا مش فيو، هنا مني او ماتش. طب تعالوا كده نبص ونشوف هنعمل ايه. يبقى هنا فيو هتبقى ايه؟ هتبقى مني. ينفع ماتش يا مس؟ اي ينفع مني. ينفع a lot of يا مس؟ ينفع a lot of. تلاتة يمشوا مع homework. I try not to eat too much fast food. التو دي عايزة لها اختها الاو كمان، اللي هي تي دبل او، دي اللي هي كتير جدا بدرجة لا يمكن تحملها. تو لما بتيجي مع ايه الصفة، ولها قاعدة، بس معايا كده على القاعدة عشان تركز. تو زائد صفة يعني كبير بدرجة او كتير بدرجة لا يمكن تحملها. اللي هو مثلا لو معاك كوباية شاي too much sugar، تشرب شاي كتير على السكر كتير على الشجر، زي ما قلت من شوية ست كوبايات، ست معالق شاي، لا ست كوبايات سكر على نص كوباية شاي. طبعا ده بيستخدم مربى اسمها مربة الشاي، مش اي حاجة. طبعا ده too much، ده كتير جدا، تمام؟ هيجيلك فاتس وهتبقى تخين كده من اماكن غريبة وحاجات كده. she ate much sweets. sweets جامعة اهي، يقولوا much لا نقولوا many، لان الحاجة اللي تتجمع تتعد والسويتس بتتعد. He wasn't very hungry. ما كانش جعان حبيبي. She didn't. طبعا so دي بمعنى لذلك، لسه شرحها لك من شوية يا طالب اللي بتنسى. He didn't eat ايه؟ little rice ولا much rice؟ much يا ابني. ما هو وبعدين خد بالك، انا في عيل كان بيقول لي مثلا نقلبوهم little تبقى much، صح؟ ده جميل. هو ما كانش جعان عشان كده ما اكلش رز كتير. Tamer's mother، ام تامر gives him too much food. مش مني، لان الفود لوحده كلمة فود كده لا تعد. علي eats two cakes. شاف cakes many، لان الكيك بتتعد، تمام. ايمان feels tired. ايمان حاسه انها مرهقه. all the time، طول الوقت. and doesn't get enough sleep. مش sleep enough، enough sleep. ينفع يا مس sleep enough؟ ايوه ينفع يا ابني، بس اقولك ازاي. تعالى بس كده وانا اقولك، ما تخافش مش هعورك. بص يا شباب، enough sleep دي يعني نوم كافي، انما لو انا قلت لك sleep enough، ده دي جملة امرية يعني نام بشكل كافي او نام كفاية. دي جملة امرية يا حبيب قلبي، بدء فعل بدون فعل. sleep enough، انما enough sleep يعني اصلا sleep يعني نوم، اصلا sleep يعني ينام وزي الفل. ايمان قلناها خلاص. he has not too many toys in his bedroom. he has اللي هو لديه او عندها او يمتلئ. التو دي احنا قلنا لسه حلينا من شويه، اعطيها لك بواحده بس، لا هات التانية. too many كتير، الالعاب كتير في اوضه النوم بتاعته. last summer الصيف اللي فات، ايه اللي حصل؟ last summer holiday يعني الصيف اللي فات، اجازه الصيف اللي فات. I earned earn يعني يكسب المال. earned enough money، مش money enough، نفس الايه؟ نفس الحكايه دي، enough ودي ماني بدل يعني. I spend too much money. الماني كلمة ماني، ماني لا يعد، فنقوله much money. اسمع بقى listening. To be healthy، عشان تبقى صحي، make sure you have a balanced diet. تبقى عندك balanced diet يعني ما بترجمش انا. And eat some of all the types of food. Eat healthy snacks, sleep well and don't worry too much. Make sure you have a balanced diet. Eat some of all the types of food، اللي هو كل أنواع الطعام، بس some يعني مش كتير. To be healthy you have to sleep well، عشان تنام كويس. Don't not too much to be healthy. Don't worry يعني ما تقلقش كتير عشان تكون صحتك كويس. مش طول ما انت قاعد تقزقز في ضوافرك يا جزمة يا حلو انت. سوري. He doesn't have not money to buy the mobile. ما معهوش يا قلب امه enough money. يشتغل ويجيب فلوس يا عم، احنا ورانا حاجة. السؤال الثاني. I have two not friends. I have too many friends. ليه يا مس too many؟ هقول لك ليه يا ابني، عشان many دي للكتير العدد. واخد بالك انت يا جميل؟ بس خلاص. Spinach is a kind of vegetables.
السبانخ نوع من الخضار. Not you like to drink some juice. Yes, please. بص يا حبيبي، شفت drink؟ يبقى انا ما قداميش غير do. Do you like؟ مفيش دو، يبقى would عشان الاقتراح يا بيبي. Would you like؟ بالمناسبة would الترجمة الحرفية بتاعتها بمعنى تود أو هل تود. Green, yellow and purple are colors. يعني الأخضر أو الأصفر والبربل، البربل اللي هو اللون الأرجواني اللي هو البتنجاني. They have played for long. Surely they are not now. لعبوا فترة طويلة عشان كده هما دلوقتي surely يعني بالتأكيد هما دلوقتي tired مرهقين. We always fry eggs. احنا دايما بنقل البيض. ان ايه هنقل البيض في ايه يعني؟ في بان، في طاسة. I don't like not food. It's unhealthy. ما بحبش الطعام الجنك او الفاست فود اللي هو الطعام الغير صحي، لان غالبا الطعام الغير صحي بيبقى مقلي يا اولاد. اسرع حاجة تسوي بيها اي اكل انك تعرضه لدرجة حرارة الزيت العالية، فهو مضر جدا للصحة. I haven't eaten anything. انا ما اكلتش اي حاجة. طبيعي هيفيل ايه؟ hungry. حاسس ان انا hungry. Rice and pasta give us more energy. الرز والمكرونة بيدونا energy. energy يعني طاقة عشان هما فيهم carbohydrates. الهيلثي فود الطعام الصحي انا عملت قبل كده عنه باراجراف، هسيبه لكم في الديسكريبشن. بقول لكم ايه ده، انا هسيب لكم قائمه التشغيل كلها تختاروا الباراجراف اللي انتوا عايزينه. يلا بينا في التست ده. انت هتسمع معايا كده، اسمع يا ابني ما بترجمش، فانت تسمع وتركز. بيقول لك ايه بقى؟ ساره از نوت از وان از اون ذا سكول اثليتس تيم. شي جوز رانينج افري داي. شي نيدز فود ذات جيفز هير انرجي لايك رايس اند باستا. She also eats a few healthy snacks like nuts. سارة needs food that gives her energy. سارة بتاخد الفود اللي محتاجة للأكل اللي هو بيديها طاقة، لأن هي اسم الله بتجري حلوة يعني. She goes running عشان هي بتجري زي ما قلت من شوية، عشان هي في school athletes اللي هو team اللي هو فريق المدرسة بتاع الجري العدائين. She eats healthy food اللي هو طعام صحي بس مش كتير، يعني مش مثلا يعني هي في النهاية بتاخد هي بتحتاج الفود بس مش بتاخد a lot of healthy food. هي بتحتاج خد بالك healthy snacks اللي هي الوجبات الخفيفة، محتاجة a few لانه مش enough. انا الحقيقة يعني انا كحد هقول enough، بس هي لان هي عايزة ما تتخنش فهي بتاخد few healthy snacks like nuts. يعني الفيو اللي هو عدد قليل من النتس اللي هي المكسرات. يا بختها بالتناس. اللي بعده بيقول لك رامي ان محمد are talking about snack. بيتكلموا الاثنين على السناك، قال يعني هم يا عم هات سناك وماكش دعوه هناكله احنا. What is your favorite snack محمد؟ بيقولوا ايه هو الوجب السناك اللي هو الوجبه الخفيفه المفضله بتاعتك محمد. انا مش عارفه شايفه كشري قدامي اتصدمت، بس هنا هيقول له مش عارف، حاسس ان هو اصل كشري وماشي اصل فينا تو، يبقى هو لازم هيقول له لايك كشري عشان هو قال تو هنا بمعنى ايضا. خد بالك تو هنا بمعنى ايه؟ ايضا. لما بتيجي في اخر الجمله وقبلها كومه تبقى بمعنى ايضا، لما بتيجي مع صفه تبقى بمعنى كتير جدا بدرجه لا يمكن تتخيلها، فهنا بمعنى ايضا. يبقى هو انا هقول له اي لايك كشري. هو الكشري مش سناك، احنا بنبقى وجبه اساسيه اساسا وجنب منه شوط سلطه، بس معلش عشان ده ابن الناس باين عليه برضو. انا بحب الكشري، فانا كمان بحب الكشري بس اي بريفير بيتزا، بس انا بفضل البيتزا على ايه؟ على الكشري. في هنا سؤال فقالوا بيكاز، طالما قال بيكوز يبقى اقول له واي. واي دو ليه؟ عشان يو، عشان بريفير، عشان الفعل اللي هو بريفير. واي دو يو بريفير بيتزا؟ ليه انت بتفضل البيتزا؟ ليه بتحب البيتزا؟ قال له عشان هي ديليشس لذيذه. في هنا سؤال فقال له اي ايت ان ا ريستورانت، يبقى وير، لان الريستورانت ده مكان. فلما بيجي يسال على المكان يا طالب يا بتاع تاني اعدادي انت هتسال بوير، تسال بايه؟ بوير. وير فين؟ وير طبعا انت اللي هو اي يعني اي ده هي. تبقى دو يو انت، ما هو انت بتتحول انا بتتحول لانت في الاجابه في السؤال. وير دو يو ايت ات، بتاكلها فين يا باشا؟ قال له في المطعم. ده انت ابن ناس بقى. What else do you eat؟ وبتاكل ايه كمان؟ هو في حاجه بعد البيتزا؟ الله اخر
استغفر الله العظيم. في هنا فقال له we how often do you eat fruit؟ ده بياكل خضار وفاكهه fruits. and انت مش ابن ناس ده انت استغفر الله العظيم. and vegetables معلش والله بكتبها وقلبي بيتقطع بس اعمل ايه، ما تزعلش يا طالب. ليه بياكل موز وعنب؟ مفيش حاجه يعني. how often كم عدد المرات؟ مثلا مره في الشهر او لا مره في اليوم. once a day مره في اليوم، يلا عشان بس كدب يعني. مره في اليوم حلو، مره في اليوم مش وحش. تمام. انا عندي الطلبه بيتصوروا جنبها بس. everyone كل شخص loves snacks بيحب السناكس. but لكن some snacks are bad for us، بعض الاسناك السناكس دي بيكون bad. bad شايف كلمه bad يعني سيء او وحش او مش مفيد، اللي هما فيها بيبقى فاتس وكريسبس وكده. what is the best way ايه هي افضل طريقه ل enjoy healthy snacks عشان تستمتع بالهيلثي سناكس او السناكس الصحيه، اللي هو it's okay to eat crisps and cakes، ما فيش مشكلة اضرب كريسبس اللي هي المقرمشات والكيك اللي هي التورتة مثلا sometimes، احيانا فيش مشكلة كل سنة مرة فيش حاجة. but you shouldn't eat too many of them، بس ما تاكلش منهم كتير. احنا لاقيين يا حبيبي هات بس of ايه them دي تعود على من لازم ما تشوف حاجة زي كده يا باشا تشوف هي رايحة فين وجاية منين، مش فوضى كده. them دي يعني كريسبس وكيكس. اصحى معايا. تمام. طبعا الحاجات دي انت ما بتشوفهاش بس اوكي يعني معلش تعالى على نفسك. طبعا هم ليه وحشين؟ عشان هم have a lot of fat and salt، فيهم fat دهون and salt وملح. cakes الكيكة والشوكولات and biscuits have a lot of fat and sugar، فيها fat فيها دهون وفيها سكر. too much of this type of food كتير من النوع ده هوت من الاكل is bad for our bodies، وحش للايه للبادز بتاعنا لصحتنا. it's good that you don't eat fast food، كويس انك ما تاكلش اكل فاست. but if you feel very hungry لو انت حسيت انك هتموت من جوع خلاص جعان قوي between meals بين الوجبات it's a good idea to have a healthy snack، كويس انك تاخد وجبه صحيه وجبه خفيفه healthy snack وجبه صحيه خفيفه. why don't you ليه انت ما تجربش try eating food that gives you energy، الاكل بيديك energy بيديك طاقه يا جميل like a rice and pasta رز والمكرونه people in ايوه هو ده المفيد يا ده اللي هجيب منك بصراحه الفايده. people الناس people in countries في دول كتير such as Senegal and Mali سنغال ومالي eat a lot of fruit and vegetables بياكلوا فاكهه وخضار كتير which are very healthy اللي هو اكل صحي. also people ايضا في ناس of west africa اللي هو في غرب افريقيا don't eat much food with a lot of salt and sugar ما بياكلوش الاكل فيه كتير ملح او سكر كتير. the underline pronoun شوف كان قلبي حاسس قلت لك ان ذم دي فيها كلام شفت بقى مش قلت لك اللي هي ايه كيكس اند كريسبس لا وملخبطها لك هنا يعني في النص كريسبس اند كيكس يوم هنا قال يعني شقلبها لك على مين يا ابني احنا بتتكلم مع مين. the underline word energy energy يعني طاقه تعني power طاقه انما بعد الشر illness مرض weakness ضعف laziness بعيد عنكم كسل محدش كسول عندي كلنا شطار. سينيجال ان مالي دولتين يعني are countries in Africa السنغال ومالي دول في افريقيا. which food ايه هو الطعام اللي هو has a lot of fat and sugar crisps and cakes الكريسبس والكيكس دول مليانين fat and sugar لا الكريسبس مش في sugar شوكولات ده الكريسب ده في شوجر انا شفتها سولت سوري شوكولات اند كيكس شوكولات اند بسكتس كمان الشوكولات اند بسكتس مليانين سوري يا جماعه الشوكولاته والبسكوت فيها دهون وفيها سكريات. do you think crisps and are dangerous هل انت معتقد ان الكريسبس dangerous yes ولا no why not yes they are علشان هم they are او as ديت يعني على اساس بدل ما اكتب because قلت as they are عايز تكتب انت because وما بتحبها فيش حاجه as they are bad عشان هم bad for health هم وحشين من اقل الايه للصحه لسه انا الكلام ده ما جبتوش من عندي ده راجل لسه قايله
تمام. give suitable title for this passage، اديني عنوان مناسب للايه للقطعه. اللي هو السؤال السادس دوت بيتكرر كتير قوي قوي قوي، اي قطعه لازم فيها give a suitable title. التايتل العنوان healthy food، الطعام الصحي، الصحي قصدي، اسف. وخد بالك يا ابني ان healthy food ديت يعني اي باسج، اي قطعه فيها اكل انت ممكن تديني العنوان دوت ويكون ضميرك مرتاح ما تغش. ولو حد كلمك قول له المس قالت، مش حاجه يعني، خد بالك محدش هيكلمك بس برضه قول يعني. what means to provide food and drinks، provide يعني يمد او يجهز او يقدم، serve اديله، smell يشم تست يدوق، وكيب يحتفظ او يحفظ او يربي لو يربي كيب تشيكن يعني. carrots need الجزر، need to not to be not into small pieces، pieces يعني قطع chopped. خد بالك الجزر لازم يتقطع حتى، يا عم هات حد يقدر تلاقي زي العسل اللي بندوق عشان الشتا. I like cakes، انا بحب الكيكس، with not in them، هي الكيكه هتحط فيها ايه، سلطه؟ لا nuts، النuts اللي هي المكسرات، يا بختك. fruit and nuts اللي هي الفاكهه والمكسرات are examples of healthy snacks، example يعني امثله، امثله من الهيلثي سناكس اللي هي السناكس اللي هي الوجبات الخفيفه، تمام. not your food in the fridge، فريدج اللي هي التلاجة، هتعمل ايه في التلاجة؟ keep your food in the fridge، هتحط الطعام بتاعك في الفريدج. fruits اللي هي الفاكهة gives us a lot of energy to be active and all the day، energy يعني طاقة، الفاكهة بتدينا طاقة عشان نكون نشيطين طول اليوم. following a healthy diet، اتباع نظام صحي be keeps you strong and fit، بيخليه قوي وسترونج كده وفيت يعني في لائق بدنيا. not you like to have some juice، no thanks، would you like، would you like، على فكرة ده اقتراح. not touch the machine with wet hands، don't touch the machine، ما تلمسش المكنة وإيدك مبلولة عشان اعطي الكهرباء يا صلاح. not I like my tea with هو الشجر يعني يعني a little sugar، ما هو مفيش حاجه هنا a lot، قلت لكم انها بتاخد of بتبقى all of، لكن many ما بتجيش مع sugar ولا few، الاثنين دول بيعبروا عن الاسماء التي تعد والشجر لا يعد. would you like، هل تحب، would you like يا سكر، to have not tea some tea، السؤال would you like بنسال عليه بصم، نحط صم معانا عشان ده اقتراح، انت لما حد يزورك في البيت تقول would you like some tea، يقول لك yes please، تقول لهم وفرت. forget مش forgot، ليه يا مس؟ اقول لك ليه، عشان دي جمله امريه بتبقى عايزه فعل في المصدر والفاعل مش موجود. his bag اللي هي الشنطه بتاعته is light، خفيفه، الشنطه بتاعته خفيفه. it has not books، a few books، ليه a few؟ عشان الكتب بتتعد، a few books اللي هو عدد قليل من الكتب. there is a few tea in the cup، a little tea، I have drank most of them، انا شربت شربت جزء كبير من الشاي اللي في الكوب. fast food طعام سريع، ده باراجراف ما عملتوش قبل كده فهعمله دلوقتي معاكم، ويلا بينا. وبصوا بقى الفاست فود دوت اللي هو الاكل الغير صحي، واللي هو طبعا الناس ما بتحبوش عشان مليان ملح ومليان دهون فاتس والحاجات دي كلها. ده اللي انا هكتبه دلوقتي في الباراجراف، ولما باجي انا اعمل مقدمه بقول ايه بقى، وانا بقى عارفه اقول ايه. هبدا هنا كده وهقول فاست فود طعام الغير صحي السريع از bad، بدايتها وحشة for your health، الطعام الغير السريع وحش بالنسبة لصحتك for your health، تمام. لكن but يعني خد بالك، لكن but ماشي، عشان بس تبقى انت ايه فاهم، عملت لك كومة اهي but، لكن all of us كلنا بنحبه، all of us love and prefer، وكمان بيفضل fast food، fast وكما كده junk food، junk اللي هو الطعام برضو اللي هو مليان ايه
مليان فاتس، يعني junk food، طعم اللي هو الفات. this أو these، خليها جمع بقى، types، هذه الأنواع of food، هذه الأنواع من الطعام، are dangerous أو are، خليها dangerous، أنا بحب كلمة dangerous عشان خطيرة، مش فات مش باد بس، ده dangerous، ده خطيرة. they are full of، مليانين fat and salt or sugar، يعني بيبقوا ساعات فيهم سكر وساعات فيهم ايه ملح. مش عارفة نكتب they may، ممكن كمان ان هما cause يعني يسبب many illness، illness يعني مرض، طبعا illnesses. if او مثلا they، لا هنقوله it's okay، it's okay. بس انا عايزه ادي مثال such as، such as زي such as حكومه، such as يعني مثل ديفيدز، ديفيدز اللي هو السكري or and، خليها and، blood pressure، blood pressure اللي هو ضغط الدم. it's okay، it is okay to have some pieces of pizza، some pieces of pizza or a bar of chocolate، يعني قطعة من الشوكولات. أنا خلصت ده فبدأت فينا. you must be careful، with these types of food. don't eat too much، too much ما تاكلش منهم كتير. they will damage your health، ممكن يدمروا صحتك. you must be fit، you know that، انت لازم تعرف ان ايه. طب استنوا كده اما اكمل you know that، احنا وقفنا عند you know that عشان بس احنا هنكمل في صفحة تانية، الموضوع كبير، استنوا كده ما اوضحها لكم. اهي خد لك سكرينة كده عشان في باقي الباراجراف هنكمله، بس احنا فاضل بالظبط جملتين ونخلص، استنوا كده الاقي حتة فاضية في اي مكان في الكتاب عشان ابقى خلصت كده الباراجراف بتاع فاست فود، ولقيت الحتة دي كده حلوة قوي فقلت يلا بينا. انا هنا وقفت you know that، انا هبدأ بيو نو ذات هنا تاني عشان بس الطالب اللي يبقى ايه مركز معايا كده، وات يو نو ذات، انت عارف ان. they are، انت عارف ان انت هتكسب، هتاخد يعني هتحتفظ بجزء من الايه من الوزن. that you have more weight اللي هو وزن اكتر، so ولذلك you will be fat تبقى تخين and can't do any
اكسرسايز وما تقدرش تعمل اي تمرين. and you will be lazier. lazy يعني كسول، في اخرها واي، بنشيل واي ونحط اي اي ار، lazier than before، هتبقى اكسل من ذي قبل. be careful، لازم ادي نصيحه في اخر الباراجراف يا جماعه، be careful احترس، fast food be careful about احترس من fast ايه food is dangerous، الاكل الفاست خطير. خلصنا الباراجراف، يلا بينا نحل الاربع اختيارات دول، وفي محادثه في الاول هحلها معاكم برضو، انا ما بسكتش يعني. يلا بينا، ادي الباراجراف باين اهوت، يلا بينا. فولو ا هيلث، خد بالك الجزء ده بيبقى خاص بطلاب الازهر الشريف حبايبي اللي مشرفيني. فولو ا هيلثي دايت سو اي هاف يعني شجر ما بيتعدش، يبقى لوت ليتل شجر. اي wasn't سربرايزد، انا ما اتفاجئتش. I had read about it، أنا قريت عنها in the future، في أنا قريت عنها في المستقبل، لأ I قريت عنها قبل كده. I had read it before. not negative، don't be negative أو never be negative، دي جملة أمرية برضو، ما تبقاش سلبي، اوعى تبقى إيجابي يا ابني، هتتنفخ في الدنيا. يلا بينا، فاضل سؤالين. which of these is dairy product؟ ايه الحاجات اللي هي الديري برودكت، اللي هي الاطعمه اللي هي منتجات الالبان، الباتر اللي هي الزبده، ما غاليه برضو. ماي ماذر، امي الله يديها الصحه، مي وذ ا نيو لابتوب، فاجئتني يا همي باللابتوب، يا خبر هي دي الام جابت لي لابتوب جديد، ربنا يخليك لي يا ماما. سربرايزد، سربرايزد يعني فاجئتني، اتفاجئت انا كده يعني. اللي فوق دوت هي المحادثه يا طلبه، وبيقول لك شو المحادثه تافهه ازاي. would you like some juice، انت نفسك في شويه جوس يعني مش حاجه؟ طبعا yes please، السؤال ب would you like، يا اما no thanks يا اما yes please. you should eat healthy food، يبقى what، اصل healthy food دي حاجه والحاجه بتسال عليها what، should فعل مساعد should، يبقى should what should i eat، ايه اللي المفروض انا اكله، healthy food. بكده اكون خلصت التمارين اللي على الوحده اللي ايه الثامنه وعقبال التاسعه. السلام عليكم.